العلاقة موجودة في الدستور في ثم صلاحيات مشتركة ثم صلاحيات تتم كل مجلس على حداه. صلاحيات المشتركة هي المصادقة على قوانين الميزانية والمصادقة على مخطط التنمية، هذا يقع بالتشارك وبالمعناها بالمشاركة بين زوج مجالس. يبقى المجلس النيابي هو يختص بكل ما هو تشريعي من قوانين وقوانين أساسية وغيرها. العمل هو لحد الآن مازال ثم غموض، صحيح موجود ثم غموض اليوم غدوة في مناقشة الميزانية مازلنا ما عندناش فكره، ما عندناش فكره بالحق كيفاش مش تصير العمليه في مناقشه حتى الميزانيه. اليوم الوزاره مش تكون نضرب في مجلس الوطني جهه الاقاليم ومن بعد تمشي لمجلس النواب ولا تمشي لمجلس النواب ولجان واسئله ونعاود نطرح ونعاود وتعاود يطرح عليها نفس الاسئله ولا يطرح عليه نفس الاسئله في 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 لجان اخرى. مش تكون التركيبه كما تركيبه المجلس تو. احنا المجلس كان عنده نظام داخلي موجود، نظام داخلي سهل ياسر العمل للمجلس، معناها باش نفهموا احنا باش نخدموا احنا بيدنا تو. حتى اما مع المجلس مش بقانون اساسي مش نظام داخلي. هما زاد باش يكون نفس الشيء، باش يكون ثم نظام داخلي، باش يكون ثم لجان، وباش يكون معناها ثم طريقه عمل كيفاش باش يتعاملوا وشنو علاقتهم بالبقيه الوظائف في الدوله مع التنفيذيه والا مع القضائيه. هذا كله تو نشوفوه ان شاء الله في القانون يمكن اللي باش يصدر والا باش يكون مقترح على المجلس. باش يتعدى عليكم انتم بالضروره، باش يتعدى عليكم، باش يتعدى عليكم انتم بالصادقوا على هما شنو كيفاش باش يصادقوا عليهم هما كيفاش باش يخدموا. هذا ما يوفره الدستور.